عودة المجلة الفرنسية شارلي أبدو إلى الصدور من جديد أشر السابقة لافتة، إذ نفد عددها الأول عقب الاعتداء الذي طالها الأسبوع الماضي. ولم تتردد المجلة عن نشر صور للنبي محمد مرة أخرى على غلافها، يظهر فيها وهو يندب ضحايا الهجوم ويحمل لافتة كتب عليها شعار أنا شارلي. 3 ملايين نسخة تبخرت من المكتبات الفرنسية ومحال بيع الصحف، حيث اصطف الفرنسيون في طوابير طويلة لشراء المجلة التي نفدت بزمن قياسي بعدما كان معدل البيع لا يتجاوز 60,000 نسخة، الأمر الذي نقلها من حافة الإفلاس الذي كانت تعانيه إلى انتعاش مالي وهدف استثماري للكثيرين. هناك الكثير من المواطنين يطلبون المجلة، وقد تم بيع 1,000,000 نسخة إلى الآن، والبعض حصل على نسخ منها والبعض الآخر لم يتمكن، وننتظر طبع أعداد أخرى يوم غد. وفي سياق متصل، نشر الصحيفة الجمهورية التركية المعارضة بعددها ليوم الأربعاء 4 صفحات من مجلة شارلي أبدو في ملحقها الداخلي. الصفحات الأربع المترجمة إلى التركية تضمنت أبرز مقالات ورسوم المجلة الفرنسية الصادرة بنفس اليوم، بما فيها رسم النبي محمد. عملية النشر سبقها ورافقها رقابة أمنية تركية مشددة، إذ كشفت الصحيفة التركية قيام الشرطة بمداهمة مركز التوزيع التابع لها وتفحص مضمون النشر، ثم تكثيف إجراءاتها في محيط الصحيفة صباح الأربعاء خشية حدوث مظاهرات استنكار. كما قررت محكمة تركية حجب مواقع الإنترنت التي تنشر رسم الغلاف الرئيسي لمجلة شارلي أبدو الذي يظهر فيه النبي محمد. طبيب شو ده خصوص؟ بالطبع مجلة شارلي إبدو سخرت من رمز مهم بالنسبة للمسلمين، لكن هذا لا يعني الهجوم عليها وقتل صحفيها. هذا عمل إرهابي فظيع ندينه بشدة، وبنفس الوقت تضامنا وإيمانا منا بحرية التعبير عن الرأي قررنا نشر صفحات من الصحيفة الفرنسية. وأشارت الإحصاءات الأخيرة أن 5 ملايين نسخة في طريقها إلى الطبع وبلغات متعددة في مختلف البلدان، إثر الإقبال والطلب الكبيرين الذين حققتهما المجلة، فضلا عن أن الكثيرين ولا سيما في فرنسا يعتبرون اقتناء المجلة أصبح واجبا وطنيا، ويعد هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ الصحافة. كما أن سعر النسخة بلغ أكثر من 550 دولارا على موقع المزاد الإلكتروني المعروف إيباي.